هلو، كيفكن؟ انا اشتقت لكم كثير. صار لي زمان مش مقضي نهار انا وياكم هيك نعمل اكتيفيتي سوا. اي مس يو اول، ولكل اللي بحبوني اللي حشرين اذا فينا نقول، يعبالهم يعرفوا شو بعمل بالنهار. هلا رح نقضي نهار سوا، رح نعمل كثير قصص. اي هوب يو ويل انجوي ذا ابيسود، ويلا ليتس روك بلا كثرة حكي. ليتس جو بيبي. أنا وصغير كان عندي موتور بحبها، بحس هيك بفريدم عليها، بحس بهيك I enjoy the nature، مع شوف الخضار وشوف شوف God creation إذا فينا نقول، الخضار، الشجر، الهواء، الشمس، وعم تمشي هيك بالموتور بين هذا. يعني أنا بالنسبة لي شيء كتير حلو، هذا عن جد شيء كتير حلو. المديتيشن صار لي شيء تقريبا شيء 10 سنين بهالموضوع، كتير شيء مهم بحياتي، وكتير مبسوط اني اكتشفته، لانه بعلم الديسبلين، بعلم الديسبلين للافكار يلي بتحاول تسيطر علينا ببعض الاحيان، يلي هي بتبقى فكره نحن مش حابينا ولا حابينا ان تصير ولا حابينا ان نفكر فيها، بس للاسف بتلاقيها بتضلها بمخنا وعم نفكر فيه وعم تزعجنا وعم نخلقها انها تصير، والخ الخ الخ. مديتيشن هو بغال بيعطي اكثر ديسبلين لهالموضوع، بيعطي اكثر انر بيس واحد يقدر يحس فيه ويستلذ بقصص كتير سمبل. تاي بوكسينج بلعبها once a week أو twice a week حسب قديش عندي free time، بس minimum مرة بالجمعة. بساعد كمان أنه my cousin توني أندراوس هو بدرب منتخب لبنان بالتاي بوكسينج، وهيز تشامب بوزنه. كتير هيك بحس واحد حاله هيك ريليفت، هيك مرخي أعصابه، طلع ستريس كله منه، وبذات الوقت it's a martial arts. It keeps you in shape. It keeps you هيك flexible، يعني مثل كأنه واحد بيكون على طول stand by mode أو ready to fight، يعني إذا فينا نقول. وغير هيك أنا بحب اللعبة كثير من أنا وصغير، أكيد تأثرت بالأفلام يلي ربينا عليها مثل جان كلود فان دام وجاكي شان والأخبار هول، وكملت معي من وقتها وبعدني بلعبها. بنصحكم تلعبوها أكيد إذا بتحبوا التوفنس، إذا بتحبوا الهيك التوف سبورتس، لأنه مختصر مفيد. It keeps you healthy. Good. You're good. Good. جايين عند هادي بايدون. It's where I do most of my tattoos. He's the best in town. عم نشوف شيء جديد بدنا نعمله. منشوف هلا نحن وياكم شو معقول نعمل. The new tattoo where it's gonna be full arm تقريبا. So hopefully نعمل نلاقي شيء حلو بالأحرى. شيء بيشبهني. شيء مقتنع فيه. شيء يمكن mental state عايش فيها. فهلا منفرجيكم بشو عم نفكر. كيفك هادي؟ جود انت؟ I'm good حبيبي، I'm good.
نعمل هاي هون على هيدي الارم كلها. So we're choosing between هاي او هاي. عندي يا خمسة يا ستة دفوز. خمسة I think خمسة. عندي عقيدة من هون وعندي وحدة هون وعندي هون اثنين ووحدة تحت. بس واحد يعمل تاتو وحدة كل واحد بفكر انه يلا بس تاتو وببلش اول شيء انه بدي اعملها بمحل مش مبين كثير وهيك، بس انه مع الوقت هي بتصير مثل منتل ستيت واحد يبقى عم يقطع فيها، فبيعمل تاتو هيك تريبريزنت هيدي المرحله يمكن بحياته اللي عم يقطع فيها، فبعدين بصير يحبها لدرجه بصير بده يعملها بمحل على طول يشوفها. فيفورت عندي هيدي هون سيفنس بروفيسي التنبؤ السابعه، وعندي هيدي كمان العقيده من تحت ال 7th prophecy طويلة شوي، فرح اقول لك العقيدة من تحت بتقول if you understand or if you don't, if you believe or if you doubt, there's a universal justice and the eyes of truth are always watching you. يعني هي ما بعرف اذا الترجمة بتطلع مش حلوة، بس انه بمعنى انه اذا بتفهم ولا ما بتفهم اذا بتآمن ولا عندك شك، وإذا دق الباب بتقوم بتفتح. لا anyway إذا إذا بتستوعب الأمور أو ما بتستوعب الأمور، إذا عندك إيمان أو عندك شك عطول في مثل نظرة الحقيقة أو عيون الحقيقة اللي هي الـ universal justice اللي هي العدالة الكونية، عطول بتكون شايفتك شو عم تعمل. يعني مثل ما بيقولوا الله يراني بهالمعنى إذا فينا نقول. هلا جايين لهون رح نعمل شيء شوي في شعطة، مش شوي كثير، نعمل دوغ اتاك. بده يهجم علي الكلب، بده يعضني، رح البس السليف، اكيد رح يعض سليفي اللي انا بدي البسه. كوننا عم نربي برجي المو نقدر نعمل له نوع من السبور الاكتيفيتي له، يلي هي من إلا نحن موردون سبورتيف، يعني العض بس بطريقه رياضيه. دونك هيدي كثير بتخلي نفسيته للكلب يصير مبسوط لانه عم يعمل شيء وعم نكافئه، ونوع من الرياضة لإله. Good boy. Okay. قلت له إياها؟ بحبها هيك، بحس الـ لما يبقى الكلب هيك ناطر وبده شيء ويفلط ويركض ويعض هيك الادرينالين، يو فيل ذا ادرينالين، وحلو الفيلينج، يعني بتحسي بالبيض تبعيته، واكيد بدك تكون تحبي الكلاب لتعملي هالشيء، يعني لانه ما بدك تخافي تعملي بانيك قدامه للكلب، لانه مثل ما انتبهتي بده يعض اكزاكتلي على الكم. نحن يجول الناس بيلبسوا بدله من فوق لتحت في حال بده يعض غير محل، بس لانه هون عند ثروت بعرف الكلاب كثير مدرب منيح، فبس بلبس الكم بعرف انه حيعض بس على الكم، مش حيعضني بغير محل ثاني. فا اي فيل جود، بحب اعمل قصص هيك فيها قصص شعطه جنون، وهذا الشيء مع الكلب شيء كثير حلو، خاصه ليك تشامب مثلا جاينت دوغ. اتس ا نايس اكسبيرينس، بحبها، اتس ا بيوتيفول اكسبيرينس. بس شوي to clear the image. You can be a bad boy
you can enjoy life be the speed cars او بالبايكس او بالcrazy things اللي واحد بيعملها بس always keep in mind انه هذا الشيء كله it's not worth it واحد يكون يصير paralyzed او يصير معه accident مش بس كرماله كرمال كل الناس اللي بتحبه اولهم اكيد اهله برج الميزان بحب فادي I'm fine with my name سكار نو ما عندي سكار كنت قبل حب برشلونة هلا صرت بحب ريال مدريد لانه بحب كاركتير سي ار 7 كريستيانو رونالدو اساس اساس لا انه القصصات اللي كانت ايامات المدرسه بتخيل اهلي ما كانوا يقصصوني اهلي بالعكس they raised me بطريقه كتير مبنيه عن about love surrounded by love فما كنت اتقصص من my parents يعني بس بالمدرسة بتخيل هيدي كتب جملة كل حرف بلون وهالقصص كانوا يكحشوني على الأمرار على الملعب يعني most of the times كانوا الأستاذ يكحشني على الملعب فأنزل على الفرصة وقتها كنت بقلب سطل زبالة وصير دق عليه أعمل البيت تبع we will rock you وكون عم بحضر شو يعني لينزلوا تلاميذ على الفرصة اللي هي الـ 10:30 break اللي بياخدوها وكون أنا محضر الشو متمرن على الغنية فـ that's what I used to do صراحة شو بلبس لما نام بوكسر يعني عطول بحب بلش نومتي نايم على بطني بغني تحت الدوش حسب الفقسة إذا كنت بموت غنى بغني تحت الدوش برات الدوش anywhere شو بسمي أول ولد لما أتجوز بحب رافائيل روفائيل إذا بدك بالأحرى إذا بدي أتعلم لغة تانية سبانيش واللي هي هلأ أفكر عملها ببكيني رجال كبير ختيار عب يبكي أو هيك جوعان معطر بده شيء ومش قادر يعمله I'm totally satisfied بشكلي بس بغير شغلة واحدة كانت ياريت فيني أكل وما أنصح يعني هيك بالليل اكل لي شيء 24 وينج هيك بافلو وينج وهيك هالاخبار ونام مثلا بعتقد حبيبي انا ما كنت منتبه بس في ناس كتير قالوا لي انك كتير بتقول هالكلمه قالوا حبيبي ايه حبيبي ليك حبيبي كذا حبيبي 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 شو كنت احلم صير انا وصغير على طول كنت بحب to be on stage to be قدام الكاميرا مين بيقول لك انا ما بكذب يعني انه كلنا بنكذب عندي لعبه من طفولتي لا ما عندي لعبه من طفولتي ما بحب تو بي اتاتشد لاي لحيالله شيء بالحياه اذا استعملت تايم ماشين بروح للماضي بحب هيستوري من انا وصغير اوش بغير كثير قصص لو كنت رئيس وزاره بغير كثير قصص صدقيني اي دونت وانا جو ذير يعني قد ما في قصص كنت بغيرها اول شيء كنت بعمل شيء كثير لوجيكلي هو انه كل مين خلقان ببلد وعايش كل حياته بالبلد ده مينيموم ده مينيموم ده مينيموم حقه الشرعي is to have the identity of this country because he feels that he belongs to this country قررت قص شعري على الموتو حبيت اعمل شيء يكون هيك مش تراديشن يعني as usual فحاولت اعمل هيك شيء جديد ومهضوم وبس that's the idea هلا رايحين going to play tennis بهالطقس الحلو التنس هي سبور ما صار لي كتير بعملها يوجولي أنا بلعب باسكتبول من أنا صغير بس أنا بحب كل أنواع سبور يعني كل شيء سبور بحب ألعبها عندي كتير هوبيز بالسبور فالتنس شيء كتير حلو Thank you.
صراحة لما كنت احضرها على التي في ما كنت اتخيل انه هالقد اتس فان تو بلاي او هالقد حلوة. فيها كثير تكنيك، فيها كثير كارديو، فيها كثير يعني اي لاف ات. اميغو كيفك حبيبي؟ تمام منيح؟ شو الوضع؟ روح طارت السيشن. طارت السيشن؟ اي سيشن؟ تبعيتك تبعت غنيتك. سيشن تبعت غنيتي؟ بس هلا رح خبرك غيرت فيها شيء بس كثير حلو. عم تحكي جد هلا ولا عم تمزح؟ والله العظيم. كيف طارت يعني؟ طارت. وشو ورحت؟ ورحت الغنية؟ هلا موجود على غير هارد. اوكي. بس بدنا نغير كذا صوت فيها. يعني بس الهيهات الدرامز بنرجع اشتغله من اول، بس اشتغلت اشي فيها. هلا اقول انا ما اياها بالسيارة. الاخر مرة. ايه. الديمو. ايه الديمو. وحتى الديمو فيك تنزلي يعني اذا رحت على السيشن. ما اياها اللي اخر مرة عملناها. ايه الديمو عادي فيك فيك. فينا نرجع نعمل لها كوبي بيست يعني. ايه. 100%. طب ليك عادل؟ روح فكر اذا بدنا نسمعهم تيزر. فينا نختار مقطع هيك مش معروف يعني مش برا الجروف. ايه انا افكر اول وحده او بدايه فيك بس هيك فينا او فينا اخر الاخر شيء فيها جروف. ما في لو ما بدنا نحرقها الاغنيه مشان بكره تسمعوها خالصه تطلع روعه لانه شيء كثير. هلا رح تسمعوا. ايه هاي بنسمعكم تيزر منها. يا منسمعهم بس التيزر يلي هي عاد الأول شيء قلنا عن يلي هي راح تكون نحطها قبل ما تنزل غنية. بس ال بس الهيدا إيه. حلو بزيادة بزيادة. طب ليك البيز بنرجع بنلاقيه هو ذاته؟ ايه معلوم. ايه هلا بيطلع احلى كمان. ليك يمكن سبب صار الميوزك فيها سبب بكل شيء. ايه بس انتبه صارت معنا كذا مره نحن عم نعملها كنا لا لا السيشن. لا ترجع تلاقيها. لا مش السيشن كانت طايره، كان يطير صوت. بس هلا انا ما اياها قديش بتساعدنا قصه الله. ما اياها بالسياره ما بتساعدنا. نحن عندنا التركيبه كلها ما عندنا يعني مش ما عندنا شيء غلط، بس البيز عندنا اياه بدنا. ايه بس لانه البيز اللي هو شيء كثير مهم 100%. مين نقى؟ انا نقيت. بدي ارجع لي يعني بعرف الصوت تبعوله يعني مش يعني مش بعيد عن دينتي بعد وبعرفه. قول عم بقول لك انا عندي يا سيدي. ايه مثل اخر مره عملناها. لا ما بعرف تمشي لانه الكاميرا رولينج. هلا صرت حافظ يعني اكثر مكن منها اكثر كثير. اوكي قد ما سمعتها ما انا لا اعمل ستوري بورد ضلني اسمع الغنية يعني بسمعها تقريبا شي 1000 مره بتطلع مع القصه 100%. واذا ما بيطلع شيء بضلني عيد المشهد ضلني عيد ليطلع معي خلق مشهد اقدر صوره يركب مع هذا المود. طيب. فهلا صرت حافظها يعني بصم يعني نفسي وين بعرف فيها. اوكي ما عندي مش بنعيدها. عرفت شو قصدي؟ بنعيدها ما عندي مشكلة لأنه طالع مع ستوري بورد ولا أخوت من هيك ستوري بورد يعني. ما هقول لك شو هي لأنه بدي إياك تحضرها وبدي شوف رياكشن وجهك أنت عم تحضرها. أوكي أنت معك شيء هون؟ معك شيء؟ لا 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 بدي أحط لك إياها وقول لك أحضر. أوكي أنت حتحضر هذا وأنا حطلع فيك حشوف تعابير من تعابير وجهك رح أعرف قديش فاجأتك او قديش عملت شيء حلو. انا بعرف انه راح تعمل شيء حلو. عارف شو قصدي؟ بعرف. اي هوب سو حبيبي اكيد. اي هوب سو. اللي بينقي هالغنيه اكيد بده يعمل اكيد مجنون. هي اول شيء مزبوط ولا لا؟ ما في حدا ينقي هالغنيه اذا ما كان هو هذا ستيله. كنت متامل انه هذه الغنيه تنزل على يعني قبل العيد بشي جمعه او هيك شيء. هلا الاكيد يعني وذر حاعمل الالبوم ولا مش حاعمل الالبوم. هاي الغنية بدي انزل فيها هلا لانه طولت كتير صار لي شيء سنه وشوي غايب عن الماركت.
So I have to come back. ومثل العادة الكم باك بدها تكون بشي you know فادي واخباره يعني. قضينا نهار سوا. I hope you enjoyed the day. هذا كان قصاص, ما كان بقضي نهار حدا هيك, ما بتخيل. بس anyway it was worth it. انبسطت كثير معكم, ان شاء الله تكونوا انتم كمان حبيتوا اللي عملناه. Now I let you go in peace my friends. I love you all and I'm gonna go back to my peace. Love you. صرت الايام المنسية, لو كنت الروح اللي فيي طلعي مني. تابعوني كمان على السوشيال ميديا, follow me up. انا موجود على فيسبوك, على تويتر وانستغرام وماي اون شانل بيج اللي هي على اليوتيوب. ولا تشوفوا كمان صور صارت وقصص صارت اوف كام بهيدي الحلقة, فيكن تلاقوها على ويب سايت getbeyondmana.com.